طيب الآن بنسحب على الفائزين العشرة اللي فازوا معنا اليوم في فقرة مسابقة جمهور الروشن، وقلت لكم ثلاثة من تاجر العود وثلاثة من براند الجود العطور وثلاثة من العسل تذواق، واحد من الجوال. نسحب على الفائز الأول معنا، ونسحب على الفائز الأول، وطبعا الفائز الأول معنا من متجر تذواق للأجود أنواع العسل. الفائز معنا اللي مشارك معنا وفاز في التاج اللي حسابه IITEI، ألف مبروك، ألف مبروك الفوز من صاحب الحساب IITEI، ألف مبروك من متجر تذواق لجميع أنواع العسل. الفائز القادم من براند جود العطور نقول ألف مبروك، ألف مبروك يا نوير من مكة المكرمة، ألف مبروك الفوز معنا في هذه الحلقة من فقرة برنامج من فقرة مسابقة جمهور الروشن. الفائز القادم من براند وطاحنا من براند بنشلهوب العود، ونقول ألف مبروك يا جواهر من الرياض، ألف مبروك فزت معنا بجائزة مقدمة من براند بنشلهوب للعود. الفائز القادم إن شاء الله، الفائز القادم من براند تذواق لأنواع العسل وأجودها، ريوف من الزلفي، ألف مبروك يا ريوف، ريوف من الزلفي ألف مبروك يا ريوف. الفائز القادم إن شاء الله من براند جود العطور نقول ألف مبروك، جائزتك إن شاء الله من براند جود العطور أفراح من مكة المكرمة، ألف مبروك يا أفراح الفوز معنا من براند جود للعطور. الفائز القادم هديتك مقدمة من بن شلهوب للعود، ونقول ألف مبروك، ألف مبروك يا شريفة من محاي العسير من براند بن شلهوب للعود. باقي معنا ثلاثة فائزين والرابع يفوز بالجوال، يعني باقي أربعة فائزين معنا إن شاء الله نسحب عليهم اليوم، باقي كم؟ ستة هنا أو سبعة، نسحب على أربعة فقط، ونقول ألف مبروك جائزتك من تذواق للعسل. سارة من الطايف، ألف مبروك يا سارة، ألف مبروك يا سارة الفوز معنا اليوم من متجر تذواق للعسل، والعسل عندكم أيضا في الطايف، وألف مبروك. الفائز المعنى القادم من براند جود للعطور، براند جود للعطور نوف من الرياض، ألف مبروك يا نوف، ألف مبروك يا نوف. وآخر اثنين معنا اليوم بيفوزون معنا، يعني بنسحب على كم واحد، لكن في اثنين الآن بيفوزون معنا، واحد من براند بنشله بالعود، واحد بيفوز بالجوال، وألف مبروك لكم جميعا، وحظ أوفر للمحالفة. الحظ مشاري من جدة، مشاري من جدة بن شلهوب للعود. والفائز الأخير معنا من جائزته من متجر أحلى كلام للاتصالات، نقول ألف مبروك، ألف مبروك للفائز معنا أو الفائزة معنا اليوم في فقرة جمهور الروشن أو مسابقة جمهور الروشن، ألف مبروك لمحمد من الخفجي، ألف مبروك يا محمد، ألف مبروك يا محمد من الخفجي. وكان آخر الفائزين معنا اليوم هو محمد من الخفجي، وألف مبروك لكم جميعا، واللي محالف الحظ نقول حظ أوفر، وشارك اليوم وبكرة وبعده ونهاية البرنامج، وإن شاء الله تفوزون معنا، وإن شاء الله ما أحد منكم يتصل إلا يأخذ جائزة.